المحل هذا من عام 90 المحل هذا نخدمه هنا في دبارة هنا. صح. آه. كيفاش بدات الهوايه هذه؟ مهنه هوايه. آه. حب المهنه. صح. آه. العدنا ورثتها من ما ورثتها حتى واحد وحدي هكاك تميت نتفنن فيها حتى جبتها. شنو عام؟ عام 1990. إلى يومنا هذا. كيفاش تخدم الدبارة اسمها؟ نخدم فيها حمص هريسة طماطم وفلفل وطماطم حكة. هاي فل. ونفس المحل العدل. نفس المحل من عام 1990. وين جاء المحل تاعك؟ في محل شارع محمد خميسي. مقابل؟ مقابل مديرية الفلاحة. صح، وعندك اليوم؟ لا عندنا كل يوم من 1990 وحنا عندنا كل يوم. يجوا من الغاشي حتى من لا يجوا من كل بلاصة، يدوا لفرنسا، يدوا لكل بلاصة يدوا فيها، حتى للجزائر، العنابة، كل شيء. يدوا فيها الدبار. الدبار هذه اسماعيل اي احد الاكلات المعروفه. معروفه اكله تقليديه معروفه عن ولايه سوف. الدباره هو حمص وهريسه فلفل منها مخدوم بالثوم الكرويه وزيت الزيتون. فلفل وطماطم ودبشه مهنه وحرفه يستغيث منها الواحد ياكل منها الخبزه تاع الواحد. الشباب البطال والله يخدم كاين يخدم اللي يحب يخدم على روحه اللي يحب كاين. يحب يخدم الشباب بطال من يبعد الحوايج المشاكل هذه يبعد الامور هذه المهلوسه كاين مهنه ولكن هو كما قلت الشباب هو بطال الشباب هاي لازم يفتش عن حرفه يخدمها خير من يقعد مريح محلات الفسفوس والاكلات الخفيفه هذه تعاون في الولايه وتهز منها الاقتصاد حتى تاع الولايه ذات الدبار البسكريه والسوفيه فرق ما بيناتهم كاين فرق هم كما الفلفل والطماطم يرحوا فيهم احنا ما نرحوش احنا بساكرة يرحوا في هذه وين احنا ما نرحوها شيء ها شوف حتى الدبارة كيف حتى في ولايات اخرى اسماعيل كاين اصل تاع الدبارة من دول اصل الدبارة صوفية في الجزائر كلها اصلها صوفية في الصيف نخدموا فيها اكثر من الشتاء ذات ها وش تبي تشوف الدبارة صوفية مقارنة ب لبلابي تونسي اسماعيل دبارة صوفية ولا بلبي صوفية كاين فرق هذاك خبز البيت وماه البيض وحنا لا ماشي كيف حنا لبلبي حنا من الدبارة اي حاجة مهنة المهم المهنة لازم يحافظ عليها المهنة تاع الواحد يستهلا فيها ويتقنها ونشكركم على الزيارة وكل المشاهدين ومرحبا بهم يجوا